وفي الصحيح في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الشجة لا تكون إلا في الوجه والرأس خاصة، والذي شج النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن شهاب الزهري، كما ذكرت ذلك بعض كتب السير. والذي كسر رباعيته عليه الصلاة والسلام هو عتبة بن أبي وقاص، والذي أصابه في وجنتيه، والوجنة هي ما كان أعلى الخد، فهذه تسمى وجنة. فالذي أصابه في وجنتيه هو ابن قمئة، فهذا ما ذكرته بعض كتب السير. فقول أنس رضي الله عنه: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أي في غزوة أحد. وقوله: وكسرت رباعيته، الرباعية هي السن التي تلي الثنية، والذي يلي الرباعية الناب، فبعد السن الذي في المقدمة هذه هي الثنية، ثم الرباعية، ثم الناب. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم، كيف اسم استفهام، وكيف هنا خرج على خلاف ما جاءت به اللغة، لأن تعريف الاستفهام في اللغة طلب العلم عن شيء مجهول بإحدى أدوات الاستفهام، فيكون هذا الاستفهام من باب الاستبعاد. فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفلح هؤلاء القوم. وقوله يفلح، الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن وضع في يده حلقة من صفر، قال: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقال تعالى عن المتقين: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمن أفلح فقد سعد، إذ إنه حصل على المطلوب ونجا من المرغوب. وقوله قوم، قوم معروف، معروف هؤلاء القوم، فهم قومه. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، هنا فيه حذف المضاف، يعني شجوا وجه نبيهم، لأن الشجة كما قلنا لا تكون إلا في الرأس والوجه خاصة، فيكون هنا حذف مضاف. وحذف المضاف أسلوب من أساليب اللغة العربية، كما قال تعالى: واسأل القرية، القرية لا تسأل، وإنما واسأل أهل القرية، فهذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، أنزل عز وجل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. فقوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، ليس من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي تفيد النفي. وجاء في هذه الآية ذكر كلمة شيء، وهي نكرة في سياق النفي فتعم. فهو عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومع أنه أعظم الخلق، وهو خاتم الأنبياء، وهو الذي يظفر بالوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهو الذي يشفع للناس في ذلك المقام الرهيب العظيم، إذا كان عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا، فكيف بهذه الآلية التي تعبد من دون الله عز وجل، وليس لها من القدر عند الله عز وجل أي شيء. فهذا برهان ساطع على بطلان عبادة هذه المعبودات، فإنه لا قدر لها ولا مكانة ولا قيمة، فكيف والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أعطي هذه المكانة وهذا القدر ليس له من الأمر شيء. وقوله تعالى: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ففي هذا إشارة إلى أن الأمر كله بيد الله عز وجل، الأمر بيده، إن شاء عذبهم وإن شاء تاب عليهم، لكنك يا محمد ليس لك من هذا الأمر شيء،
بمعنى أن فلاحهم ليس راجعا إليك، وإنما هو إلى الله عز وجل.